الاسم الاول عنه ما بنتحول في الاخبار في الرياضه بكل شي فالجميل برجي أعزائي المشاهدين، يسعد مساكم، رمضان كريم، ينعاد عليكم بألف صحة وعافية. احنا اليوم موجودين في مركز البلد عشان ندردش مع الناس ونربحهم هدايا. احنا في الحلقة الثامنة من برنامج بكجيات رمضان، تابعونا على مدار شهر رمضان وابقوا معنا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. عارفينا على اسمك؟ لينا عماد عبد الغني. لينا، قولي لي، شو بتعملي برمضان؟ بتصومي؟ مش دايما. بتحسي صعب تصومي؟ طيب شو أكثر أكل بتحبيه؟ شوربة. طب بتحب أكل الماما ولا بتحب أكل المطعم؟ الماما. طيب شو بتقولي للماما عشان رمضان؟ كل عام وانت بخير. طيب بدي تغني لي أغنية عشان أربحك هدية، تغني لي؟ قال الأرنب لأمه تسمحي لي روح ألعب موم، قالت له لأ يا ماما يمكن يجيك الثعلب، يمكن يجيك الثعلب. قال هز الأرنب بكتافه ما سمع كلمة أمه، راح يتمشى للبستان ويقطف وارد ويشمه. يسلم تمك، مبروك. انت ربحت معنا من هون من سوبر ماركت أبو راشد، مبروك، كل عام وانت بخير. شكرا. الله يحفظك، الله يخليك، طول عمرك، اهلين. رمضان كريم. الله اكرم. شو الاخبار؟ شو عامل؟ الحمد لله، والله متقاعد الحمد لله، وصلنا الشيخوخه وصرنا اختياريه. يعني صرنا ختاميه. الحمد لله. عرفنا على نفسك للمشاهدين بس. يوسف مصطفى عبد الكريم عشلي ابو محمد، معروف. الحمد لله. يعني انت مشهور ومعروف وغانم. لا بارك الله بك. كيف رمضان عليك؟ والله الحمد لله، الله يعين العمال. بس انا بقول هيك على رمضان، صعب على العمال. العمال بس، ولا احنا اللي قاعدين ولا شيء. هاي الايام كيف صعبي على الجميع ولا لا؟ والله يعني ما مش علي اللي قاعد بالدار وما قال لا نجذب على بعض. لا 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 صحيح. يعني قديش صار عمرك؟ يعني انا عمري 66 ونص. قبل الحمد لله بالمزيد ان شاء الله، قبل يعني صار عندك رمضان اللي اجى بالصيف كمان؟ معلوم، مر علينا عدة سنين من عمل حساب. كل شيء صار مر علينا بهذا الوقت سنتين مرتين. ولا الحمد لله رب العالمين. كل 36 سنة بده يرجع بنفس الوقت، نضرب ال 66 مرتين. أول مرة يعني قديش كان عمرك لما جاء عليك بهالصيف؟ بقى عمري 62 63 سنة. لا. 32 هسه. ما شاء الله. كيف رمضان زمان وكيف رمضان هاي الأيام؟ بقى رمضان أحسن، الناس بقوا أحسن، حتى الطبيخ ودوا لبعضهم. اليوم كل واحد باكل لحاله وكم قاعدين اسكت ساكت. بتحملوش بعض؟ العيلة ببعض بتشابشوا السينا. بطل فيها الصبر وهالروح. بطل. لا بطل مثل كابل. لا بطل. ليش نزيف؟ الحمد لله، محمد رسول الله. انا متمنى لك المزيد من الصحة وكل عام بخير. وانت بخير. وانت بخير. اهلا وسهلا. وانت بخير. محامي توفيق عثامني، رمضان كريم عليكم. كنا شو عامل بهاي الساعات الاخيره قبل الافطار؟ قاعدين بنحضر في حالنا احنا طبعا، ومن بنجمع اكلتنا وفطورنا ان شاء الله. طيب شو رايك رمضان كيف بقرب الناس من بعضهم هيك بالاجواء هاي؟ رمضان اكيد هو حلو، اجواءه حلوه، والجمعة حلوة طبعا، والجمعة هي بتجمع الكل، وشيء حلو طبعا. رمضان دائما علينا حلو ان شاء الله. طيب كيف بتشوف الاجواء هون في البلد؟ كيف عامله باجواء المدينة؟ الاجواء مثل ما انتم شايفين، كنا شايفين حلوه طبعا. قبل ساعات الفطور شوي ضغط اكيد،
الكل طبعا بيروح بجيب الاشي حلو، العادي حلو انه الكل بيروح بجيب فلافل، بيشتري حمص، بيشتري فول، الاجواء حلوه جدا يعني مثل ما احنا شايفين. طيب شو بتتمنى لكل الناس بالمناسبه ولحد لحالك شو بتتمنى لحالك؟ رمضان كريم على الكل، احنا من كلهم، وان شاء الله المحبه بتزيد بين الكل، وان شاء الله رمضان كريم برضو علينا للسنه والسنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله رمضان كريم. بالتوفيق لكم. شكرا. السلام عليكم، تحياتي، كل عام انتم بخير. انت بخير حبيبي. شو بدنا نعطيك حزريه اول شيء نتعرف عليك؟ غالب عثامني. الله يحماك وكل عام انتم بخير. وانت بخير. ابو جارث عثامني زياد، تحياتي لكم، كل عام انتم بخير. كيف شعوركم هسه قبل هاي بهاس لحظات الافطار؟ والله احنا قاعدين نستنى برحمه ربنا. كيف رمضان عليكم؟ الحمد لله. في صعب يعني عشان بالصيف؟ ما لا شغل ولا عمل، ليش في صعب؟ المزقان موجود ولا كيف بتمر هيك بايام رمضان عليك؟ صعب كثير. عشان ايش يعني؟ عشان اكيد حم وشغل. شو شغلك؟ برا مشتغل، برا مشتغل. شغلك في البلد يعني؟ في البلد وبرا البلد، وين ما الله بيجيب الرزق. شو يعني مشتغل فوت هاي؟ يعني شو بالعربي من كل هالكلمه يعني؟ رسخ. ايش يعني رسخ؟ رسخ يعني حجر. ها؟ حجر رسخ يعني؟ بطون رسخ. هاي بشوفها بالموضة يعني في بلدنا بكفر قريع وبالمناطق المجاورة، صارت يعني بشكل يعني كثير صاروا يستعملوها. اكيد. طلع شيء حلو، بدأت شكل حلو وانظف من البطون العادي يعني، ظل كثير اشكال تقدر تسوي فيها، ومنظر لوجه الدار برضه بيعتمد، منظر حلو. الله يهدي البال. طيب انتبهوا انتبهوا للسؤال، ومش سؤال يعني، هي مش حزريه يعني، هي مش صعبه. كلمه من اربع احرف، واذا كمنا منها حرفين بتضل وبصير حرف يعني. من اربع احرف؟ ان كمنا منها حرفين. يعني ما أبسط منها ما فيه، هي كلمة من أربع أحرف. من أربع أحرف بتكون منها حرفين بتظل حرف. لا لا مش بلبل، لا بتظل حرف. كيف مؤهل التعريف؟ حرف بتظل حرف يا جماعة، هي أربع أحرف، كيف منها حرفين بظل حرف؟ لام. طولوا روحكم، بظل حرف يعني الحرف 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 رف. كلمة الحرف كم حرف يا كلمة الحرف؟ جاك السعد. والله وجاك السعد. شو الكلمة؟ حرف. الحرف حرف الحرف كبنا منها قبل التاريخ. لا منيح هاي. لك سؤال جغرافي. ليش ما كان عارفه كبير؟ سؤال جغرافي، سؤال سياسي. هذا أخي يلبس جغرافي يلبس سياسي. لا الشغلان كله. وهاي من أبو ليل، قهوة أبو ليل. يلا مع السلامة. شكرا لك. رمضان كريم. رمضان كريم. عرفنا على حضرتك. عماد مصاروي. كلنا شو رايك هيك باجواء رمضان وشو عامل؟ الحمد لله رب العالمين يعني، رمضان خير على كل الناس. طيب كلنا شو بتشوف هيك اشي ناقص بالاجواء يعني لازمنا انه يكون موجود؟ كل شيء موجود يعني، في يعني في بيع، في شراء، في حركه بالبلد، كل شيء بصدر. طيب وحسب رايك رمضان بياثر على تصرفاتنا واعمالنا؟ طبعا بياثر يعني. كيف شو بيصير؟ شو بيساعدنا؟ يعني الناس يعني فيها تسامح وهيك ويعني كل واحد بيفتر للثاني. طيب شو بتقول لكل الناس بهالمناسبة؟ كل عام انتم بخير، ويعيدنا عيد على كل الناس بيوم الخير والبركات.
العافية. لا أنت بخير شكرا. عرفنا على حضرتك جودة أبو فني. احكي لنا شو رأيك هيك بالأجواء بكفر كريم برمضان؟ الحمد لله رب العالمين، رمضان حلو من كتير والناس بتتعامل فيه بسماحة، وفي بعض الناس يعني إلا تلاقي يعني شوية مشاغبات في بعض في خلال النهار، أما الحمد لله كل شيء بيصير منيح. طيب أنت بتشتغل؟ لا بنتين قاعدة. طيب كنا شو بتعمل هيك بتقضي وقتك بالنهار طويل؟ والله بساعد فيها الجيران، كل واحد في له حاجة بقضي له إياها. طيب كنا في حاسس في إشي ناقص هيك بالأجواء لازم يكون موجود؟ لا لازم ما لا بنتين لا فيش إشي، كل شيء منيح الحمد لله. طيب كنا شو هيك بتمنى لكل الناس بالمناسبة؟ بتمنى الصحة والسلام لكل بني آدم، وظل المعامل مليحة بين أهل البلد كلاتهم. طب شو أكثر إشي هيك بتحبه بهاي البلد بكفر قرع وبميزها؟ البساطة، أكثر إشي البساطة. طيب في هيك مثل بيقول بدنا تكملنا إياه هيك حزرية، بيقول غاب القط يلعب يفر. صح مبروك. رمضان كريم. الله أكرم. عرفنا حدث تغال جميل مصالح منكم بكرة. كل ما حدثك شو بتشتغل؟ بشتغل في المية ولا مصرجة. كيف الشغل صعب برمضان؟ لأنه يعني رمضان والحام والصوم أكيد صعب، طول النهار عطش وجوع، بس مين هو يعني لأنه هذا أمور ديننا مشغولين نصوم. طيب وكيف هيك بتقضي وقتك وأيام؟ كيف كان اليوم معك؟ والله اليوم كان أحسن يوم، يعني اليوم مش عناش بالجوع زي كل يوم، يعني أول رمضان بكل الحم أكثر والعطش أكثر، أما أيام بقضيها الشغل الصبح على الشغل، بروح من الشغل بشت الحاجيات تاعت الدار، برجع بنحضر الصفرة، وممكن نستنى لحد ما يأذن المغرب. طيب شو المميز بانه بجمعة العيلة وتحضير السفرة؟ شو الاشي اللي الشعور بتشعره بهالفترة؟ طبعا احلى شعور في رمضان انه بجمع العيلة، لانه هو الشهر الوحيد اللي بجمع العيلة على سفرة واحدة، وبقعدوا يستنوا بساعة الاذان بفارغ الصبر، وبغير هذا الشهر يعني سبب العيلة تلتن. طيب كنا شو هيك بتشوف اشي مميز بهالبلد وبهاي الاجواء؟ بشوف بلدنا من احسن البلاد، يعني الناس اللي فيها اخلاقها منيحه وبها راح تسامح وجو المحبه بيسود فيها، وهذا نتمنى يظل موجود على طول في هاي البلد. طيب انت هيك لك شو بتتمنى لك شو بتتمنى لكل الناس؟ بتمنى للناس كلها الخير والعطاء والمحبه، وطبعا بتمنى لي نفس الشيء والصحة، وإني أقدر أكمل مشوار مع الأولاد وإني أعلمهم الجامعة والتعليم العالي. طيب بدنا تكملنا مثل بيقول الباب اللي بيجيك منه ريح سد واستريح. مبروك بتربح معنا هدية من سوبر ماركت أبو راشد، ألف مبروك، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، شكرا لكم. اوف 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 يا 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 باي اجبر الخاطر اكولي بس كلماي وداوب بلسم الأرواح كالماي يابا أنا لجلكم أنا لجلكم يا موقع بوجه بحس النار كالماي وبمشي بكيف عجمر اللهاب يا ويلة. إنكم استمتعتوا وعجبتكم الحلقة تابعونا وابكوا معنا وشوفونا غدا أكيد، ابكوا معنا على مدار شهر رمضان. شكرا. Bom dia.
بوجه الاسم الاول عنه ما بنتحول في الاخبار في الرياضه بكل شي فنجميل.